فاحنا زي ما قلت لكم من شويه ان انا عندي دايره كبيره جدا اسمها الارتفيشال انتليجنس، في فرع من فروعها اسمه الماشين ليرنينج. فالماشين ليرنينج له حاجات كتير جدا بقى، الريجريشن والكلاسيفيكيشن والسبورت فيكتور ماشين والبي سي ايز وحاجات كتير جدا موجوده في الجزمات كتير. ولكن قال لك طب ما تيجي نعمل استراكشر اسمه نيورال نتورك. فالاستراكشر ده كان بدا بان هو يحل مشاكل بسيطه جدا، ولكن مع تطور الابحاث والريسيرشز عليه يعني عارف اللي هو بدا يكبر لدرجه ان هو بيغطي الماشين ليرنينج، بدا يكبر اكتر ان هو بدا يغطي على حاجه مثلا في حاجه اسمها الفازي لوجيك، يعني في الارتفيشال انتليجنس في حاجه اسمها الفازي لوجيك هناخده في كورس لوحده زي الماشين ليرنينج كده. فالفازي لوجيك ده كان مبهر في حته الاف ذن رولز، ان هو يحاول يربط لك الحاجات بلوجيك معين اللي هو مبني على الفازي. فالنيورال نتوركس دلوقتي بقت بدات تغطيه كمان، بدات تعمل حاجه اسمها الانفس نيورال نتورك. الانفس دي عباره عن ايه؟ ان هي نيورال نتورك بتعمل حاجات الفازي. انتوا متخيلين الدنيا وصلت لفين؟ فتقريبا عارفين نيورال نتورك عماله بتكبر تكبر، يعني انا اكيد في يوم من الايام ممكن تبلع الاي اي كلها، اللي هو اي حاجه في الاي اي النيورال نتورك تعملها. فعشان كده ده من اهم الحاجات اللي انت تكون فاهمها، عشان مش يعني مش عايز اقول لك في ناس بتتعلم ديب ليرنينج بس وبتكمل بيه، بس قبل ما تتعلم ديب ليرنينج لازم تفهم ماشين ليرنينج الاول، تكون فاهم الكونسبت بتاع الجريدينت ديسنت وازاي تعمل تريننج وتريننج داتا وتستنج داتا، لازم تكون فاهمه عشان تفهم دي، ولو فهمت دي تقدر تعمل اي حاجه. تمام؟ فهي الموضوع بدا بالشكل ده، ودلوقتي النيورال نتورك فعلا ليها ابلكيشنز بقت بتغطي على كل حاجه. طيب تعالوا بقى نفهم ايه موضوع النيورال نتورك كده من اوله خالص. احنا النهارده يعتبر يعني ايه هنتكلم في الابلكيشنز وهنتكلم كده في دردشه نظري مع بعض، طبعا مش هيبقى فيه تطبيق النهارده لان احنا عايزين بس نفهم انواع النيورال نتوركس وكل نوع تطبيقه ايه، وبعد كده هنبدا بقى ان شاء الله بدايه من المره الجايه نمسك بقى تطبيق تطبيق يعني ايه نعيش فيه بقى ونجيب كل حاجه ونجيب اخره يعني. طيب تعالوا كده نبدا باول حاجه، النيورال نتورك انسبيريشن جت منين فكره النيورال نتورك عموما، ويعني ايه نيورال يعني ايه الفكره دي؟ هو الموضوع كله جه من الجهاز العصبي المركزي وطريقه عمل البرين او طريقه عمل المخ بتاع الانسان، طريقه اتصال الخلايا العصبيه بيه وطريقه العمل بتاعتها هي دي اللي ادت اللي هو الكونسبت بتاع النيورال نتورك جت منين. هو خلي بالكم النيورال نتورك هي بتحاكي عمل البرين، ولكن مش الغرض من كده ان احنا نعمل برين يقدر يفكر ويجيب مثلا يعني يتعرف على حاجات بشكل معين، لا هي بتحتاج تريننج برضو، ولكن الورك فلو وطريقه الكونكشنز بتاعت البرين النيورال نتورك واخده الكونسبت ده. ولكن طبعا هي ما تقدرش يعني تجيب ولا واحد من مليون من مليار من مليونات في العالم وحط الاسطوانه انت عايزها من قدره ربنا سبحانه وتعالى في تصميم البرين بتاع الانسان، ولكن نيورال نتورك هي طريقه الكونكشنز ما بين السيلز بتاعت النيورال نتورك واخده مستوحاه من البرين. واحنا بنحاول نعلم النيورال نتورك انها تبدا تاخد فكره طريقه تعليم الانسان وازاي ان هو فعلا بيستقبل مدخلات جديده وبناء عليه يقدر يستنتج بيانات جديده، ولا او يعني يستنتج معلومات جديده بناء على الحاجات اللي بيشوفها. فالكونسبت ده كونسبت ماشين ليرنينج، ان انت بتعلم السيستم على علاقه ما بين انبوت واوتبوت عشان بعد كده لما تدي له الانبوت لحاجه انت ما تعرفهاش يجيب لك الاوتبوت. فده كونسبت عام في الماشين ليرنينج، ولكن الاستراكشر بدانا ناخده من المخ بتاع الانسان. طيب الفكره كلها عامله ازاي؟ او الجهاز العصبي يعني ايه؟ طبعا احنا مش دكاتره او يعني مش دكاتره في طب يعني عشان نفهم الاستراكشر، ولكن السيل الاساسيه او الخليه العصبيه اللي في المخ او في الجهاز العصبي المركزي عموما بيسموها النيورون. طيب النيورون ده عباره عن ايه؟ هو بيبقى عباره عن دي خليه العصبيه بالشكل ده. الخليه دي بيبقى دي الاطراف العصبيه بتاعتها، الاطراف دي بتبقى متصله كده تقول زي حساسات او سنسورز كده بتستشعر حاجه زي الالكتريكال سيجنالز اللي هي يعني ايه بيحصل لها زي اكتيفيشن كده. فالحاجات دي بيسموها او النقط المستقبلات اللي هنا موجوده على الخليه دي بيسموها السينابسز، او اللي هو اللي هي يعني اللي بتستقبل الحاجات اللي جايه لها من خلايا ثانيه.
فده الخليه. طبعا الخليه دي متصله بخليه تانية، يعني هتلاقي مثلا في هنا نيورون تاني متصل هنا وده متصل بده، فطبعا الفروع دي متوصله بخلايا تانية كتير جدا. فده الاستراكشر عموما، لكن احنا مسكنا واحده واحده بس وعايزين نعرف ايه تفاصيلها. الجزء اللي باضي ده بيسموه السوما، او اللي هو السيل بادي، النواه بتاعت الخليه دي. فدي النواه بتاعت الخليه، ودي الاطراف العصبيه المتوصله بالخلايا والنيورونز التانية. في هنا بقى ده، يعني طبعا دي كلها مستقبلات، وبيبقى فيه مخرج واحد كده من الخليه، يعني الفلو بيبقى فيه حاجات كتير داخله كده للنيورون بالشكل ده لحد ما يتجمع في السيل بادي. بس في النهايه الخليه العصبيه دي بيبقى ليها خرج واحد بيطلع منها. الخرج ده بيخرج من حاجه اسمها الاكسون. الاكسون ده او اللي هو وظيفته ان هو يطلع الخرج عشان ينقله الخليه عصبيه تانية. يبقى الخليه عموما، الخليه العصبيه بتستقبل بيانات كتير من خلايا تانية بتتجمع في السيل بادي، بيحصل جوه حاجه زي اكتيفيشن كده، او اللي هو بناء على الاشارات اللي جت الخليه دي بتتاكتف بشكل معين، فتقوم مطلعه اشاره كهربيه من الخلايا للاكسون. تمام، وكلمتك في مصطلح الاكتيفيشن ده اللي هو عارف اللي هو يعني جالها شويه اشارات كهربيه كده، فيحصل عارف زي اشارات كهربائيه ولعبكه جوه فتتاكتف بشكل معين فتقوم مطلعه خارج من هنا. فالكونسبت ده او الشكل اللي احنا شايفينه ده اسمه نيورون، وده اللي تم استيحاء فكره النيورال نتورك منه. تمام، حد عنده مشكله في الاستراكشر ده؟ انا لان هو ده اللي احنا هنعمله كوبي بيست كده دلوقتي، وهنعمله في شكل نيورون بجد. فيبقى الخليه العصبيه بتستقبل مستقبلات كتير جدا من اماكن تانيه، وبتحاول تجمعها بشكل معين وترميها على الاكسون، فهي بتستقبل داتا بتعمل بروسيس جوه وبتتاكتف بشكل معين، وبعد كده تطلع خارج من خلال الاكسون. طبعا ده بيبقى متصل بخليه تانيه، ودي بتبقى طبعا الخليه التانيه دي بقى بتستقبل من خلايا تانيه كتير، فعالم بقى من النيورونز متوصله ببعض. طيب فهمنا النيورون بشكل كويس؟ طيب في يا هنا بقى باشمهندس. حاجه، تمام، في بقى في الحاجات اللي قلت لكم السينابسز الموجوده هنا، هي طبعا دي بتستقبل اشارات من خلايا تانيه. فالسينابسز دي بيبقى عليها حاجه اسمها سينابس وحاجه اسمها الدندرايت. دي وظيفتها ايه بقى؟ دي يعني بتبقى زي بيقولوا ايه، بتستقبل الداتا من النيورون تاني، يعني في سينابسز كده وجواها، يعني التفاصيل طبعا ماليش دعوه بالمصطلحات الطبيه قوي، فيها مستقبلات بتاخد الاشاره من خليه تانية. طيب بتاخد الاشاره من مين بقى؟ هي دي الفكره. وبتعمل فيها ايه؟ الاشاره اللي بتيجي زي ما تكون كده ايه، بتكيلها، بتعايرها، بتعملها سكيلينج. يعني لو جايه مثلا من خليه او من مجموعه خلايا كتير، فممكن تبقى الاشاره دي قويه شويه، فبتديها ويت اكبر، يعني يقول لك خلي بالك اللي داخل من هنا يعني اشاره مهمه. مثلا حاجه جايه من خلايا ثانويه، فيعني ايه تديها ويت اقل شويه. عارف اللي هو زي ما يكون بتعاير الخلايا او بتعاير الاشارات اللي جايه، تشوف مين مهم اكتر ومين مش مهم اكتر، وبناء على المحصله بتاعت الاشارات دي بيتاخد الاكشن. ومن هنا جت كلمه الويتس ده بالرياضه، انما هي في الحقيقه اسمها السينابتيك ويتس، ان انت بتشوف القدره او قيمه الاشاره العصبيه اللي جايه دي مهمه ولا لا. يعني على سبيل المثال، لما تكون خلايا عصبيه بتستقبل اشارات من العين، فالعين بتاخد الصوره او بتاخد اللقطه، وطبعا دي خلايا العين اصلا عباره عن خلايا عصبيه ومتوصله بيه برضو انسجه عصبيه كتير، خلايا عصبيه كتير. فالخلايا العصبيه بقى اللي بتروح على المخ اول بقى من العين دي المستقبلات، تاخد اشاره، فلو دي متوصله بيها دايركت الاشاره اللي جايه منها بتبقى قويه جدا. طبعا بيتم في خلايا تانية بتعمل بروسيس، بتسمع حاجات تانية كلام زي كده، فالخلية دي او الخلية العصبية اللي موجودة ناحية الجهاز البصري بتتأثر اكتر بمين؟ بالمستقبلات بتاعت العين عن الحاجات اللي هتجيلها من حاجات تانية عن اللي بتسمعه. يعني خلي بالك انت مخك بيعمل حاجات كتير مع بعض، انت بتبقى شايف صورة وبتسمع حد بره، بس انت قادر يعني انت عمال بتسمع المحاضرة دلوقتي، بس قادرين تفصلوا ما بين النويز اللي بره وكلامي. فانت الودن بتدخل مستقبلات عصبيه، ولكن عارف اللي هو ايه،
يعني الصوت اللي جاي لك من المايك او من السماعه اللي عندك عالي شويه، فانت قادر تنتبه له اكتر. في اصوات ممكن تكون جايه من حته تانيه فبتديها ويت اقل. يعني سبحان الله ربنا خلقك بنويس فلتر طبيعي، وكل اللي احنا بنحاول نعمله دلوقتي ده بنحاول نحاكي اللي بيحصل. يعني انتوا متخيلين ان الكلام ده يعني احنا بنحاول نعمله رياضيا وبيطلع بكفاءه مش عاليه قوي. يعني الواحد فعلا كل ما يدوس اكتر في الموضوع بتاع نيورال نتورك تحديدا يعني بيقول سبحان الله، لان الكلام ده هو فعلا المخ بيشتغل كده. مين بقى اللي بيدي؟ يعني احنا بنعمل تريننج بيوصل لمليارات الايتريشنز علشان نخلي الخليه تقدر تدي قيمه للاشاره دي عن الاشاره دي. يعني ايه، مين اللي يقول ان الاشاره دي مهمه والاشاره دي مش مهمه؟ سبحان الله، حاجه بقى الهيه. انما احنا بنحاول بقى نعملها ازاي، وبنحاول نعمل موديل رياضي يحاكي طبعا ولو 1% من الكلام ده، بان احنا بنعمل تريننج، بنفضل نحط ديتا ونجرب، حلوه لو حلوه تمام، وحشه عيد الايتريشن الثانيه. ده كونسبت ماشين ليرنينج اهو. فده الفكره بتاعت فكره الخلايا العصبيه. طب تعالوا بقى نطلع نزوم اوت شويه، ده يعني احنا ده على مستوى الخليه. طب تعالوا نشوف كده الموضوع من بره شويه، او من الاوفرول فيو بيبقى ماشي ازاي. تعالوا نفترض مثلا ان احنا عندنا مثلا العين او يعني الجلد مثلا، نقول الجلد ده السكن. طبعا دي الحاجات دي خاصه بالحواس. فالسكن يعني ده اللي هو حاسه اللمس، اللي هو يعني في هنا هتبقى مستقبلات. طبعا في هنا السينابسز اللي موجوده، ولنفترض ان في خليه عصبيه، انا هرسم خليه واحده ولكن بيبقى طبعا مليارات الخلايا. في خلية عصبية واحدة هنا بالشكل ده متوصلة يعني خلية في الجلد، بحاجة كده في الجلد. فالمستقبلات اللي هنا دي بتستقبل الإشارة من مين؟ من العالم الخارجي. فالخلايا اللي هنا او النيورون ده بيتقال عليه السنسوري نيورون، وهي النيورونز المسؤوله او نيورون اللي مسؤول عن هو يستقبل الداتا من بره. يبقى ان يعني الجلد متصل بيه خلايا عصبيه. والله الخليه دي عشان السبيشال بوزيشن بتاعها ده بنقول عليها سنسوري نيورون، دي اللي هي الحساس اللي هي بتستقبل من بره، اللي متوصله دايركت بالجلد. طبعا النيورون ده بيخش، طبعا انا بقى مش هرسمها يعني كخطين جنب بعض، هرسم خطوط بس كده. طبعا بتبقى دي داخله على نيورون تاني، ونيورون بقى تاني داخل على نيورون تالت، ونيورون داخل هنا، وفي كونكشنز كتير جدا موجوده متوصله ببعض لحد ما نوصل لنيورون هنا متصل بالماسل فايبرز بالعضلات. فالنيورون الاخير ده تعالوا نكبره شويه، دايره كبيره شويه كده، ومستقبل طبعا حاجات كتير. فالدندرايتس بتاعته متوصله بمين؟ بالماسل فايبر. فالنيورون ده عشان هو متوصل دايركت بالاعصاب بتاعت العضلات، فده بيسموه الموتور نيورون، او بيسموها الاكتويترز نيورونز. دي النيورونز اللي هي متصله بالحاجه اللي هتاخد الاكشن. يبقى احنا عندنا مستقبلات بتستقبل داتا، وبعد كده بتنقل الاشاره من خليه عصبيه لخليه عصبيه. المنطقه اللي في النص دي بيسموها الانتر نيورونز. الانتر نيورونز دي اللي هي الخلايا الداخليه، ودي اللي موجوده في الجهاز العصبي المركزي سنترال نيرفس سيستم، اللي هي تقدر تقول ان هي في المخ بقى، واللي هي الجزء المركزي بتاع البروسيس. فمن اول الحاسه، من اول الحواس لحد العضلات اللي بتاخد الاكشنز، دول كلهم متصلين بتشين من الخلايا العصبيه. في خلايا عصبيه متوصله بالحواس بنسميها سنسوري نيورون، في شويه خلايا في النص بيسموها الانر نيورونز اللي هي في السنترال نيرفس سيستم،
وفي خلايا عصبية متصلة بالعضلات بيسموها الموتور نيورون أو الأكتويتور نيورون. تمام؟ يبقى احنا عندنا 3 أنواع من إيه؟ من الخلايا على حسب مكانها. الدنيا كده واضحة؟ احنا كده فهمنا الخلية الواحدة أو النيورون الواحد عامل إزاي؟ وفهمنا اتصالهم ببعض عامل إزاي؟ تعالوا بقى نمسك النيورون الأولاني أو اللي هو على مستوى الخلية الواحدة. ده نيورون اهو بيستقبل اشارات كهربيه واشارات عصبيه من خلايا تانية وبيطلع اشاره واحده منها. ايه بقى اللي هيتعمل او اللي الموديل بتاع نيورون او الارتفيشال نيورون؟ الارتفيشال نيورون ده بقى اللي هو النيورون الاصطناعي. خلي بالكم هي الماده ما اسمهاش نيورال نتوركس يعني تحديدا، هي اسمها ارتفيشال نيورال نتوركس. فاحنا ما بنعملش، اصل نيورال نتوركس دي اللي هي يعني شبكات وشبكات عصبيه اللي هي انت بتدرس الشبكات العصبيه نفسها، ولكن ارتفيشال فاحنا بنعمل حاجه كده ايه، محاكي بتحاكي الشكل ده. طيب الانبوتس اللي داخله كتير دي فهي هتبقى عباره عن مثلا سميها اكس 1 اكس 2 اكس 3، رجعنا للرياضه تاني اهو، يعني رجعنا للرياضه تاني. فدي البارامترز او اسماء الاشارات، تعالوا هنسمي الاشاره دي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4 مثلا اكس 5، دي الانبوتس، دي المستقبلات. فهي القيم دي كلها بتعدي من خلال مين؟ قلنا بتعدي من خلال الدندرايتس اللي هنا. وفي هنا زي ما قلت لكم كده ايه في المستقبلات دي حاجه اسمها الساينابس. الساينابسز دي اللي هي بتدي حاجه اسمها الساينابتيك ويت، اللي هو بتدي وزن للانبوت ده. يعني ايه اللي يفرق اكس 1 عن اكس 2 عن اكس 3؟ فالساينابسز دي بتضرب الاكس 1 في دبليو 1 والاكس 2 في دبليو 2 والاكس 3 في دبليو 3 وهكذا بقى لكل الانبوتس. يعني بس تعالوا يعني ايه نتكلم على سكيل صغير. يعني مثلا لو الانبوت ده قيمته 100 وده 10 وده 20، مش معنى ان الانبوت ده قيمته 100 يبقى ان هيبقى تاثيره كبير عن الباقي. لو الانبوت ده قيمته 100 ولكن تاثيره والافكتفنس بتاعته مش مهمه قوي في البروسيس بتاعتي، فممكن اخلي الويت ده مثلا يبقى 1 من 100. لو ضربت 100 في 1 من 100 هيطلع كام؟ هيطلع 1. فحاصل ضرب الاكس 1 في الاوميجا 1 ب1. طيب انت شايف ان ال 10 دي هي اقل تاثير فيهم، بس لو انت شايف ان هي مهمه، او مش انت اللي شايف بقى، النيورال نتورك شايف ان القيمه دي مهمه، تقدر تتحكم من قيمتها وتأثيرها من خلال الويت ده. يعني ممكن تخلي الويت ده يبقى 100، فلما ال 100 تتضرب في 10 تبقى ب 1000. يبقى اي نعم ده كان داخل اكبر من ده، ولكن الويتس دي هي اللي بتتحكم في تقل وثقل الانبوت ده واهميته في العمليه اللي جايه. عشان كده السينابتيك ويتس دي، السينابسز اللي هنا هي اللي بتحدد الكلام ده، هي اللي بتضرب في الاوميجا 1 واوميجا 2 واوميجا 3. تمام؟ لحد هنا انتوا فاهمين الدنيا اللاير اللي هي في الاول دي. يبقى كل انبوت بيتضرب في ويت، هنا ده بيسموه السينابتيك ويت، هنا بنسميه الويت عادي. الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 دي السيجنالز اللي جايه من الاشارات الثانيه، هنا بالنسبه لنا هنسميها الانبوت. الدنيا تمام لحد دلوقتي؟ تمام يا باشمهندس. تمام. طيب يبقى احنا دول القيم بتاعتنا اهي. طب ايه بقى اللي بيحصل؟ قلنا كل الاشارات دي بتتجمع فين؟ بتتجمع في الخليه الموجوده دي. فهي بتتجمع ازاي؟ انت فعلا بتعمل عمليه سمشن لكل التاثيرات دي مع بعض. فهي بتعمل عمليه ويتد سم. ويتد سم يعني ايه؟ انت مش بتجمع الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3، بتجمع الويتد سم اللي هو بعد ما تضرب كل واحده في الويت. فبينتج من هنا القيمه النت اللي هو بيسموه النت افكت، اللي هو الحاجة الصافي، اللي هو الخلاصة بتاعة تأثير كل دول مع بعض كام. فده المفروض التوتال بتاع تأثير الإشارات بيتم في السيل بادي، في السومة اللي جوه السيل بادي اللي هنا، أو اللي هو النواة اللي جوه. طيب فاكرين لما قلت لكم بناء على القيمة دي بيبعت إشارة اكتيفيشن بناء على الإشارة اللي دخلت؟ يعني ده توتال الإشارات اللي دخلت. فبتتأكتف إزاي؟ هو المفروض الاشاره دي بتتم جوه من خلال ان هي يعني مثلا لو الاشاره دي اعلى من ليفل معين فبيدي اشاره، لو اقل من ليفل معين ما بيطلعش اشاره، ممكن يطلع مثلا لو نقول باينري 1 و0.
واحد لو الإشارة قوية، زيرو لو الإشارة ضعيفة. فالكلام ده هنا ممكن نعمله مثلا بستيب فانكشن. الفانكشن دي هنسميها الاكتيفيشن فانكشن. الاكتيفيشن فانكشن دي بقى فكرتها ايه؟ انا قلت دي ستيب. يعني ايه ستيب؟ بشكل الاكتيفيشن فانكشن ان الانبوت بتاعك لو احنا مسمينه نت، وتعالوا نسمي الكارج بتاع النيورون كله واي، الواي ده اللي هو هيطلع من الاكسون ده. فالستيب بتقول ايه؟ بتقول لك والله لو قيمة اكبر من صفر هطلع واحد، لو قيمة اقل من الصفر هطلع زيرو. فبفرض ان حاصل ضرب دول كلهم، يعني مثلا كان في اشاره مثلا داخله مثلا سالب 10 في 100 ودي مثلا 20، فلو التوتال سام او الويتد سام طلع مثلا 22، فدي قيمه موجبه ولا سالبه؟ قيمه موجبه. فكارج الستيب موجبة. فانكشن هيبقى كام؟ كارج واحد. الستيب هيبقى كام؟ هيبقى واحد. طب بفرض ان التوتال اللي هو الويتد سام ده طلع مثلا سالب 12، طب فالاكتيفيشن صفر. فانكشن هتطلع كام؟ هتطلع زيرو، فالاكشن ده مش هيمشي منه اشاره. تمام؟ فاللي انا عملته ده رياضيا بيحاكي اللي حصل هنا. تمام؟ يبقى اللي احنا قلناه من شويه ده، احنا قلنا ده الموديل بتاع النيورون الطبيعي، وده الارتفيشال نيورون اللي احنا او الموديل اللي احنا هنبني عليه بقى اساس النيورون نتورك كلها. نقدر نقول بقى النيورون بيتكون من ايه؟ قلنا بيتكون من الانبوتس، والانبوتس دي اللي هي الاشارات الكهربائيه اللي بتبقى داخله الخليه. بالنسبه لي هنا هتبقى الانبوت فيكتور اللي هيبقى فيه الفاليوز اللي داخله، والاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 هنسميها الفيتشرز. طبعا الكلام ده مش جديد عليكم بما انكم دارسين ماشين ليرنينج. الفيتشرز دي اللي هي او الاتريبيوتس بتاعت الانبوت، فدي القيم بتاعتي. بالنسبه للخليه العصبيه كانت كل انبوت ممكن تقول اذا كان ده مهم او مش مهم من خلال الدندرايتس اللي هنا اللي هي بتعمل السينابتيك ويت. نقدر نقول اذا كان الويت ده او الانبوت ده مهم ولا لا بان هي بتضربه في الويت، فاحنا دي هنسميها الويت، او هنسميها الدبليو دي هنسميها التريننج او الموديل بارامترز. يبقى الموديل بارامترز بتاعتي بقت هي السينابتيك ويتس بتاعت النيورون اللي هي كانت عندنا في الماشين ليرنينج 6 0 و6 1 و6 2. السمشن والاكتيفيشن فانكشن ده اللي بيتم جوه النيورون نفسه، ان هو بيجمع كل التاثيرات دي ويحاول يشوف التاثير التوتال النت الصافي كام. وبناء على القيمه دي في اكتيفيشن فانكشن بتقول القيمه النهائيه هتبقى كام، يا 1 يا 0 او ايا كان، مش لازم تبقى 0 1. الاكتيفيشن فانكشنز بقى احنا خدنا الفكره العامه وبنحاول نعممها. فتعميم الفكره بقى هنشوفه بقى بانواع الاكتيفيشن فانكشنز، ولكن هي هنا دورها تقول لك مثلا لو قيمه سالبه تطلع زيرو، لو موجبه تطلع واحد. فمن الاخر الاكتيفيشن فانكشن هي اللي بتحدد شكل والحدود الباوندريز بتاعه الخارج النهائي للنيورون. هي دي النيورون او هي دي الخليه بتاعتها. كده الدنيا واضحه؟ لا يا باشمهندس. في مصطلح برضو بيتقال ان لما يكون الويتد سم القيمه بتاعته موجبه، اللي هو قيمه النت لما بتكون قيمته موجبه، دي بيسموها عمليه ايه؟ عمليه اكسايتيشن. لما بيكون الويتد سم قيمته سالبه بيسموها انهبشن. مصطلحات يعني برضو مش مهمه بالنسبه لنا، ولكن لو التوتال سم موجب بيسموه عمليه اكسايتيشن، انت هتبدا تفعل حاجه، انما لما بتكون سالبه بيسموها الانهبشن. يبقى ده بالنسبه للكلام اللي هو عمليه المابنج ما بين الارتفيشال نيورون وما بين النيورون الحقيقي. تعالوا بقى نتكلم عن النقطه اللي بعد كده، وهي الاستراكشر بتاع النيورون نتورك. احنا كده اتكلمنا عن نيورون واحد. النيورال نتورك بقى، فاكرين الموديل اللي انا قلت لكم من شويه بتاع السنسوري نيورونز والسي ان والخلايا العصبيه الانر نيورونز والخلايا النهائيه اللي بيسموها الموتور نيورون، فاكرين الشكل ده؟ لسه قايله من شويه. فاكرينه. احنا بقى هنعمل ايه بقى؟ ده نيورون واحد. بالظبط، ده نيورون واحد. الاشارات اللي جايه دي اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4
الاول بتعدي على لير هنخزن في دي الاكس واحد ونخزن في دي الاكس اتنين ونخزن في دي الاكس تلاتة ونخزن في دي الاكس اربعة وبدون اي ويت، مفيش ويتس هتتضرب هنا. واللي هيطلع من هنا هو اكس واحد، واللي هيطلع من هنا هو اكس اتنين، واللي هيطلع من هنا اكس تلاتة، واللي هيطلع من هنا اكس اربعة. ايه اللي انت عملته ده يا باشمهندس؟ انا هنا استقبلت الاشارات من العالم الخارجي، واللاير دي هنسميها الانبوت لاير. دي وظيفتها ايه؟ وظيفتها تستقبل الانبوتس اللي جاي بس بدون ويت، ولا تضربها في حاجه ولا اي حاجه من دي. دي بيسموها الايه؟ الانبوت لاير. الانبوت لاير دي لو انتوا في ناس اشتغلت نيورال نتورك او ديب ليرنينج قبل كده يعني غالبا بيهملوها لان هي ما بتعملش حاجه، فبيقول لك خلاص دخل الانبوت على طول، ولكن الطبيعي ان انا بستقبلهم الاول. طب النيورونز اللي هي بتستقبل وما بتعملش اي حاجه دي بيسموها ايه؟ دي تكافئ السنسوري نيورونز اللي هي بتستقبل الاشارات من الخلايا العصبيه. يعني لو حد مثلا انت ايدك لمست كوبايه شاي سخنه ولا حاجه واتلسعت، فالخليه هتاخد الاشاره اللي جات لها من الحاسه بتاعت الجلد او من الجلد نفسه بنفس القيمه، مش هتلعب فيها، هتقول لك خلي بالك انا جاي لي اشاره من الجلد بيقول ان ايه، ان هو الراجل ده اتلسع، او اشاره بتقول ان في السيل دي او شويه الخلايا بتاعت الجلد دي حصل عليها اكشن معين. هي بتاخد الاكشن زي ما هو. طيب بعد كده بقى هنخش على حاجه اسمها الهيدن لايرز. الهيدن لايرز دي عباره عن ايه؟ هي وظيفتها انها بقى تستقبل الكلام ده كله وتعمل عليه اكشن. طيب عندنا نيورون واحد بس اللي هو النيورون اللي احنا عمالين نشرح فيه بقى من شويه، اللي هو بيعمل ويتد سم وي اكتيفيت، يسم وي اكتيفيت، هياخد القيمه بتاعت الاكس واحد ولكن بعد ما يضربها في الاوميجا واحد، والاكس 2 يضربها في اوميجا 2، والاكس 3 يضربها في اوميجا 3، الاكس 4 يضربها في اوميجا 4. وبناء على الويتد سم والكارج ده تعالوا نقول اللي هيطلع ده هنسميه مثلا اي 1. ده حصل في خليه واحده، ده الارتفيشال نيورون اللي احنا عارفينه من شويه، اعتقد ما فيهوش مشكله. يعني لو احنا عايزين نكتب معادله للاي 1 هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن اوميجا 1 في اكس 1 زائد اوميجا 2 في اكس 2 زائد اوميجا 3 في اكس 3. بس مش بس كده، الكلام ده هيبقى داخل لفانكشن، يعني الخارج بتاع النت ده هيدخل جوه فانكشن. الفانكشن دي قد تكون ستيب او 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 هنشوف كمان شويه انواعها ايه. يعني من الاخر هتاخد التوتال ده، لو اكبر من الصفر يطلع واحد، اقل من الصفر يطلع ايه؟ يطلع زيرو مثلا. فده شكل المعادله الرياضيه بتاعه الخارج. نرجع تاني. طيب احنا بقى عايزين نعقد الدنيا شويه، ده انا كنت عديت بس عملت سكيب لدي لان احنا ما بنستخدمهاش كتير، ولكن عشان بس يبقى الموضوع يترسخ في دماغك بشكل صح الاول. طيب النيورون ده هنبدا نكرره تاني. ما انا عايز اضيف فرايتيز، ان انا ما ينفعش يعني واحد بس ياخد قرار. عارفين التيم ورك، ان انا يعني في واحد يقدر يفكر لوحده او يستشير مجموعه ناس كتير. فخليه واحده غير خليتين غير ثلاثه غير اربعه. فعلى قد مع كتر الناس اللي بتاخد القرار على قد ما الديسيجن هيبقى دقيق ولكن هياخد وقت اطول. فالنيورون ده هيعمل ايه بقى؟ الاكس واحد دي هتتوصل بالنيورون الثاني، والاكس اتنين هتدخل برضه على النيورون الثاني، والاكس تلاته هتدخل على النيورون الثاني، والاكس اربعه تخش على النيورون الثاني وتاخد قيم ويتس برضه. دي تعالوا نسميها ايه واحد، دي هتبقى ايه اتنين. في نيورون ثالث هنا برضو نفس الكلام، هياخد من اكس 1 واكس 2 والاكس 3 والاكس 4 ولكن هياخد قيم ويتس ثانيه. يعني ده بقى هيتوصل برضو هياخد كونكشنز كتير ويطلع مثلا ايه؟ ايه 3. المفروض دول اوتبوتس للانبوتس اللي كانوا داخلين دول، بس حصل عليهم شويه تعديلات. دي لاير، دول كلهم كده النيورونز اللي هي بتستقبل الانبوتس. خلي بالك النيورونز اللي هي عماله بتستقبل الانبوتس ولكن الخارج بتاعها مش داخل ليها، دي بنسمي النيورونز دي كلها واقعه في نفس اللاير. يعني خلي بالك انت النيورال نتورك انت عشان شايفها قدام عينك فانت شايفهم واقعين تحت بعض، ولكن رياضيا ايه اللي يميزهم؟ ان دول داخل لهم انبوتس، والنيورون ده داخل له نفس الانبوتس، والنيورون ده داخل له نفس الانبوتس، فعشان كلهم داخل لهم نفس الدخل فدول واقعين في لاير واحده،
وكمان الخارج بتاعهم مش داخل عليهم. لو انا بقى خدت بقى يعني حته كده معلومه على جنب، ويعني اسمعها مني وحاول تستوعبها وارميها تاني وهنرجع لها بعد فتره، الخارج بقى بتاع النيورون ده لو دخل هنا تاني بنسميها ريكارنت نيورال نتورك. وخلي المعلومه دي في دماغك عشان برضو تبقى في الاساس عارف ان ده ممكن يحصل. تاني، لو لقيت الخارج بتاع النيورون ده دخل على نيورون تاني في نفس اللاير بنسميها ريكارنت نيورال نتورك. والريكارنت نيورال نتورك دي التكست ريكوجنيشن والاوتو كومبليت وكل الابلكيشنز الحلوه دي مبنيه على الكلام ده، نبقى نرجع لها ان شاء الله بعدين. بس بالشكل العادي الفلو الطبيعي ده دي اسمها لاير. طيب الاي 1 والاي 2 والاي 3 دي خارجه من الفيرست لاير، اللي هي الفيرست لاير دي او الفيرست هيدن لاير. هنجيب نيورون هنا هيدخل عليه الاي 1 بس يضربه مثلا في البي 1، والاي 2 تتضرب في البي 2، والاي 3 تتضرب في البي 3، ويجمع ويأكتيفيت ويطلع مثلا خارج ثالث عنده نسموه بي 1. في نيورون تاني هيتحط هنا هيويت او اللي يصم ويأكتيفيت، هيدخل الاي 1 والاي 2 والاي 3 ويطلع مثلا البي 2. وفي نيورون تالت مثلا مش لازم يكونوا كلهم نفس العدد، ولكن يعني ايه هو بيفضل يبقى نفس العدد، هيبقى ده بي 3 برضه هيدخل الاي 1 والاي 2 والاي 3. ايه اللي يقول لك ان دول كلهم في نفس اللاير؟ ان النيورون ده داخله اي 1 واي 2 واي 3، وده داخله اي 1 واي 2 واي 3، وده داخله اي 1 واي 2 واي 3، فعشان كده بنقول دول كلهم معين في نفس اللاير. ده عشان تميز ما بينهم رياضيا، رياضيا. انما كشكل انت شايف بعينك، ولكن الكود ما بيبقاش شايف، فاللي داخلهم نفس الداخل دول كلهم معين في نفس اللاير. طيب في النهايه خالص بقى، في النهايه خالص البي 1 والبي 2 والبي 3، لو احنا خدنا بقى البي 1 وخرجناها زي ما هي، وخدنا البي 2 خرجناها زي ما هي، وخدنا البي 3 خرجناها زي ما هي، فبنسمي ده الاوتبوت لاير. الاوتبوت لاير هي عباره عن ايه بقى؟ دي قيم الخارج النهائيه اللي بقى تعالوا نقول مثلا البي 1 هي الواي 1 ودي الواي 2 ودي الواي 3، يبقى دي قيم الاكس ودي قيم الواي، ده الانبوت وده الاوت، واللي في النص دول بنسميهم هيدن لايرز. نرجع بقى للاستراكشر بتاع اللي احنا قلناه من شويه بتاع الارتفيشال نيور او النيورون الحقيقي او الجهاز العصبي المركزي. دول عشان متوصلين بالانبوتس بنسميهم سنسوري نيورون، ودول عشان متوصلين بالاوتبوتس بنسميهم الموتور او الموتوري نيورون او الاكتويتور نيورون. والنيورونز اللي جوه دي هي مين؟ الانر نيورون. والاستراكشر اللي ما بينهم بقى واتصالاتهم، خلي بالك بقى انا ما رضيتش اوصل كله، هو المفروض خارج ده داخل هنا وداخل هنا، وخارج ده داخل هنا وداخل هنا وداخل هنا، في كونكشنز كتير جدا بقى في النص. فكل اللي احنا عاملينه ده هو محاكاه للجهاز العصبي المركزي من اول الحواس بتاعتك لحد الاكتويترز بتوعك اللي هم بقى الماسلز والعضلات والحاجات تاخد بيها الاكشن. واللي في النص ده العقل والمخ بقى نفسه بيفكر ازاي وبياخد الاكشنز ازاي عشان ياخد القرار النهائي يعمل ايه. يعني مثلا لو دي ماسلز هيقول له مثلا حرك الماسل فايبر ده بقوه 1 نيوتن، ده مثلا بقوه 2 نيوتن، ده 3 نيوتن، فبناء عليه بتعمل شكل الحركه بتاعك. يعني اللي هو بقى بتاثير بقى قوه مش عارف، اكيد بقى درست بقى فاكرين الميكانيكا بتاعت زمان بقى والسميشن اوف فورسز والكلام ده. فيعني ده لو في شكل يعني فيزيكال او في الشكل الحيوي بيتم ازاي الاكشنز دي، لو دي متوصله بماسل فايبر بتاخد باور معينه او نيوتن يعني فورس معينه، ودي فورس معينه ودي فورس معينه، فبناء عليه بيتولد بقى عزم حركه حاجات زي كده. كده انتوا فهمتوا علاقه شكل النيورال نتورك اللي احنا بقى هنتعامل بيه وعلاقته ايه بالحقيقه اللي هو بيتم فعلا.